السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة ترضيه وترضى بها عنا، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. أصدقائنا ومتابعينا في قناة يوميات محامي، أهلا وسهلا بحضراتكم، ويا رب تكونوا بخير وسعادة. ناس كتير بتسألنا يعني إيه القاضي يستشعر الحرج؟ طبعا السؤال ده اتكرر في اليومين اللي فاتوا عشان الواقعة أو القضية اللي هي سميت إعلاميا بقضية الآثار الكبرى، وآخر حاجة فيها إن الدائرة المختصة بنظر القضية تنحت عن النظر القضية لأن القاضي استشعر الحرج. فحابب بالفيديو ده أوضح يعني إيه القاضي استشعر الحرج، وإيه الحالات اللي القاضي فيها يستشعر الحرج ويتنحى عن نظر القضية. طيب، تنحي القاضي أو استشعار الحرج ده وفقا للقانون والدستور، المادة 150 من قانون المرافعات أعطت للقاضي دون طلب رده إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى أن يعرض تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة لنظر قراره بالتنحي. في حالات هتكلم فيها، بس أنا إذا حبيت أذكر المادة على أساس إن إحنا نتكلم بشكل موثق. الدستور والقانون أعطوا للقاضي الحق إن هو يتنحى إذا استشعر الحرج وتوافرت شروط معينة إن هو يتنحى عن نظر القضية بدون، والقانون لم يلزمه بذكر أسباب. القانون لم يلزم القاضي بأن هو يفصح عن الأسباب. في الحالة دي محكمة الاستئناف بتحيل القضية من الدائرة اللي تنحى قاضيها إلى دائرة أخرى لنظرها. طيب، عايزين نعرف إيه الحالات عشان برضو تبقى الأمور واضحة اللي يحق للقاضي إن هو يطلب التنحي أو يستشعر الحرج. الكلام ده نصت عليه المادة 146 من قانون المرافعات، اللي هي قالت ايه؟ حددت حالات معينة هذكرها عشان برضو تبقى المعلومة اللي احنا بنتكلم فيها معلومة موثقة. اذا كان يعني يعتبر المادة 146 من قانون المرافعات قالت ان القاضي غير صالح لنظر الدعوة في الاحوال الاتية. اولا اذا كان قريبا او صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة. ثانيا إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوة أو مع زوجته. ثلاثة إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته، يعني ممكن يكون يظن أنه هو يورث. أو كانت له صلة قرابة أو مظاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها، وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوة. أربعة إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصاري على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوة القائمة. خمسة إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوة أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيه. كل الشروط اللي نصت عليها المادة 146 بتكرس مبدأ هام جدا، وهو مبدأ حياد القضاء ونزاهة القضاء المصري بشكل عام. يعني احنا ده دليل ندل على شيء، فإن هو يدل على ان القاضي استشعر الحرج لو فيه اي شيء فيها شبهة من الكلام والحاجات اللي احنا والشروط اللي نصت عليها المادة 146 من قانون المرافعات، لذلك القاضي استشعر الحرج. وده ببساطة معنى استشعار الحرج. لو في اي سؤال او اي استفسار حوالين اي فرع من فروع القانون احنا حاضرين وتحت امر الجميع. ودمتم في رعاية الله وامني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.